بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البشيري نقيب هيئة المحامين بمكناس. في إطار سلسلة الندوات اللي كتنظر هيئة المحامين بمكناس، اليوم كانت عندنا ندوة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالمغرب حول موضوع دورة هنية وهو الأطفال في التشريع الجنائي المغربي. فكل المداخلات في الجلسة العلمية الأولى كانت تصب حول دور المحامي في الدفاع عن الجريحين الأحداث وعن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجرمية مقاربة سوسيولوجية. كذلك الموضوع الثاني كان يتعلق بالطفل والمواثيق الدولية. والمداخلة الثالثة والختامية للجلسة العلمية الأولى كانت تصب كذلك حول الحدث بين الإصلاح التشريعي والمواثيق الدولية. فهذه المداخلات كانت قيمة جدا وغنية، سوف تكون إن شاء الله من خلال مناقشة من طرف الحضور الذي كان مهمة جدا، قامت لا في سلك القضاء ولا في سلك الدفاع ولا كذلك عطور الدرك الملكي والأمن ديال مكناس وكذلك العطور ديال المؤسسات السجنية في مكناس. فكلها هذه المداخلات والمناقشات سوف تكون إن شاء الله حلولا، إيجاد حلول حقيقية لكل المعيقات التي تعترض الحدث في التشريع الجنائي المغربي حول عدالة الأطفال في التشريع الجنائي المغربي. شكرا لكم. أستاذ كريم نيت الحوم، محامي بهيئة المحامين بمكناس. عقدت محكمة أو عرفت محكمة الاستئناف بمكناس انعقاد الندوة التي نظمتها واستضافتها هيئة المحامين بمكناس، السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس والذي صار أصل الجلسة. وكان هناك موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالعدالة حول الطفولة والجانحين في بلادنا، أي عدالة يمكن تحقيقها لفائدته. كان هذا الموضوع يتمحور حول عدة محاور، كانت هناك جوانب تتعلق بدور الدفاع في الدفاع على مصالح الجانحين الأحداث وكذلك على الضحايا الذين يكونون عرضة بعض الاعتداءات الجرمية إما جنسية أو غيرها. وكذلك طبعا كانت مواضيع تتعلق بإشكالات مجتمعية، كيف يمكن للمجتمع برمته أن يساهم في رصد أوضاع الطفولة ولكن إيجاد الحلول الملائمة للوضعية التي تعيشها الطفولة المغربية. كذلك كانت هناك مواضيع تهم الأوضاع ديال الطفولة في الاتفاقيات الدولية ومدى انخراط بلادنا في احترام هذه الاتفاقية التي صدقت عليها بلادنا والتي صدق عليها المغرب. وكان هناك موضوع آخر يتعلق بالتشريع والمؤسسات المتعلقة بالتأهيل ديال الأطفال اللي هما في وضعية صعبة أو في وضعية جانحين. لذلك هذا الموضوع هو موضوع مهم وبالغ الأهمية وقوانينه متفرقة بين عدة مقتضيات في مجموعة من القوانين. ينبغي بالأساس التفكير اليوم بعد الأولوية الهامة التي يوليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لأوضاع الطفولة أن نفكر في حوار وطني حول حقوق الأطفال وحول وضعية الطفل بالمغرب وبمشاركة الجميع، مشاركة الأحزاب السياسية ومشاركة المجتمع المدني برمته ومشاركة جميع الآليات ذات الصلة بالطفولة المغربية. إذن هذا كان يوم ناجح ولا يمكن إلا أن نهنئ سيد نقيب هيئة المحامين بمكناس وهيئة المحامين بمكناس ومجلس هيئة المحامين بمكناس على عقد هذه الندوة في العاصمة الإسماعيلية بمكناس، ندوة ناجحة بكل المقاييس. شكرا. فؤاد وعلي، رئيس القطاع الاجتماعي بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. نحن اليوم بمدينة مكناس في إطار برنامج وطني لعدالة الأحداث من منظور هيئة الدفاع. هو البرنامج الذي دأبت المؤسسة على تنظيمه منذ سنة 2019. اليوم في مكناس احنا في الدورة السابعة ديال هذا النشاط، هذا اللي هو عبارة عن يومين. اليوم الأول مخصص للتعرف على منظور هيئة الدفاع في
القضايا المختلفة لعدالة الأحداث. وهذا المنظور هذا كان طلع عليه من خلال مداخلات مجموعة من السادة المحامين ذوي الاختصاص في عدالة الأحداث. اليوم الثاني هو عبارة عن مسابقة، احنا في النسخة السادسة للمسابقة الوطنية لفن الترافع في عدالة الأحداث. هذا النشاط اللي غادي يكون غدا هو عبارة على واحد المسابقة اللي كتنظمها مؤسسة محمد السادس لفائدة السادة والسيدات المحامين المتمرنين. هي عبارة على نازلة اللي عندها علاقة بحقوق الطفل، اللي كنحاولوا من خلالها نختاروا أحسن مرافعة قام بها محامي متدرب في مجال عدالة الأحداث. هذا الهدف ديالو الأساسي هو نشر الثقافة ديال حقوق الإنسان، نشر الثقافة ديال حقوق الطفل، وبالتالي التعريف بخصوصية عدالة الأحداث في المغرب. شكرا.